اليوم في اطار نشاط نظموا نظمته مجموعه ديال الجمعيات ديال مدينه اسفي، شبكه ديال الجمعيات ديال مدينه اسفي والفضاء المغربي للمهنيين. هادو واحد جوج اطارات مدنيه كيشتغلوا في اطار فضاء مهني، فضاء الفضاءات المهنيه التي تستقطب الاجراء، عفوا التي تستقطب المهنيين. الموضوع ديال اللقاء هو الحديث حول التغطيه الصحيه الاجباريه الاساسيه للمستقلين، اللي حنا اليوم بصدد هذا ورش كبير وطني كبير مشتغلين فيه، قطعنا فيه بعض الاشواط. حنا مازال امامنا شوط كبير، والمرحله الاساسيه اللي كنشتغلوا عليها هي المرحله ديال التحسيس والمرحله ديال التعريف بالنظام من اجل استقطاب اكبر عدد ممكن من الفئات اللي معنيه به. خرجوا مراسيم اللي خرجوا جوج قوانين متعلقه به ديال التغطيه الصحيه وديال التقاعد، وخرجوا واحد المجموعه ديال المراسيم المرتبطه به. الجديد اللي كاين هو ان في الاسبوع الماضي خرج اخر قرار ديال وزير الشغل في الجرده الرسميه، والقرار ديال وزير الماليه، بمعنى ان النظام اليوم ابتداء من الشهر المقبل شهر 3 غيكون عملي، غيستافدوا منه الناس، غيدخلوا على الاقل واحد 3 ديال الفئات اللي خرجت المراسيم ديالهم. كاينه الفئه ديال العدول والفئه ديال القوابل والمراودون الطبيون، هادو غيبداو يستافدوا يديو ابتداء من السنه، يدخلوا النظام ابتداء عفوا من الشهر المقبل ان شاء الله، وبعد 6 شهور غتبدا الاستفاده بشكل مباشر.